يعني هل هناك أي آلية لمساعدة الجانب الفلسطيني طبيا؟ آلية المساعدة الطبية تشمل على الآتي: أول حاجة هو إدخال المستلزمات والمستهلكات والأدوية الطبية اللي بيحتاجها الطرف الآخر، وإحنا على استمرار في رصد الاحتياجات، التنسيق طبعا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، في تنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية من أجل إرسال المساعدة. الحاجة الثانية اللي إحنا بنعملها طبعا هو يعني كان في دخول لمستشفيات ميدانية إن شاء الله ممكن قريبا يتم فتحها في غزة. المستشفيات دي طبعا هتزود سعة السراير، هتبدأ برضو الأطباء والطواقم الطبية تعمل فيها تبقى على استقبال المرضى والجرحى. حاجة تانية برضو أضيفها إن مصر بتستقبل حتى هذه اللحظة المرضى، بتستقبل المصابين وبيجوا برضو مع العائلات، كل دوت بيتم في ملف الخاص بالصحة وكافية المساعدة ذلك، علاوة طبعا على في مجموعة كبيرة من شركاء الحركة الدولية للهلال والصليب والمؤسسات الفاعلة في العمل الإنساني، بدأوا في تجهيز مجموعة من المستشفيات الميدانية الصغيرة عشان تقدر برضو حملها يكون سهل طبعا، و الموارد اللازمة لتشغيلها برضو تبقى سهلة عشان يتم إرسالها إلى الطرف الآخر، والعمل على تفعيلها بالشكل السليم عشان برضو تقدر تساعد القطاع الصحي اللي بيبقى عليه ضغط كبير جدا في الفترة الحالية، حيث تم فقد أكثر من 60% من المستشفيات العاملة هناك، عدد السراير طبعا تقلصت إلى عدد صغير جدا. طبعا كل ده بيضغط على المنظومة الصحية، بالإضافة طبعا لأن في مجموعة من الناس كبيرة عملت نزوح، قعدوا في الجنوب، قعدوا في المدارس، قعدوا في المخيمات، يعني كل الحاجات دي بتؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي داخل غزة. فكرة وجود يا فندم مستشفيات ميدانية صغيرة، هل ده يعني قادر ان هو يستوعب كميه الجرحى وكميه المصابين اللي موجودين، ولا احنا لسه في اتساع برضه للمستشفيات؟ يعني المستشفيات في احنا بنعمل على طبقا لخطه، يعني بيبقى فيها نوع من انواع المستشفى عشان تشتغل بتبقى ليها يعني مكونات، بتبقى لازم تتصل بنظام كهرباء، تتصل بنظام صرف، تتصل يعني في انظمه كبيره احنا بنبقى محتاجينها. عشان كده طبعا الخطه حاليا ان يبقى عندنا مجموعه من المستشفيات بتشتغل بجانب المستشفيات العامله حاليا لزياده السعه بتاعتها ان شاء الله. طبعا في مجموعات كبيره من شركاء الحركه الدوليه للصليب والهلال برضه بيجهزوا المستشفى ذات عدد من السراير ممكن توصل لاكثر من 150 سرير، وده طبعا بيكون تنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني عشان تقدر تستوعب عدد المرضى والمصابين في الوقت الحالي. علاوه برضه ان جمهوريه مصر العربيه ما تزال في استقبال للمرضى والمصابين، وبتقوم بجهد كبير جدا وزاره الصحه والسكان على العمل في هذا الملف. متشكر جدا دكتور.